سلام وانتم بخير. طاب يومكم واسعد الله ايامكم وعيدكم مبارك. معكم خالد العامري من قناة صنع في روسيا. اليوم اول ايام العيد، عيد الفطر المبارك. اعاد الله عليكم بالخير والموفقية. معي سيرجي. بخصوص وعدنا لكم والمسابقة الرمضانية، للذي يذكرها والذي لا يذكرها فهي كانت شروط هذه المسابقة هي كالتالي: الاشتراك بقناتنا قناة صنع في روسيا 24، وضع لايك، ووضع أيضا تعليق تحت الفيديو أنك مشترك برحلة إلى روسيا. أيضا في صفحتنا على الانستغرام يمكنكم الاشتراك في الصفحة، وأيضا عمل ريبوست أو مشاركة لهذه المسابقة عن طريق صفحتك على الانستغرام. يرجى ملاحظة أن صفحة الانستغرام الخاصة بك يجب أن لا تقل عن 6 أشهر، وإلا سوف لن تدخل بالمسابقة مع الأسف. الشرط الأساسي لهذه المسابقة، طبعا كان بيني وبين سيرجي تحدي، هو أنه سوف نحصل على 5000 مشترك على قناتنا صنع في روسيا 24. طبعا إن شاء الله إن حصلنا على هذا العدد بنهاية هذا الشهر سوف نقوم بعمل سحب على اسم الفائز عن طريق بث مباشر على صفحة سيرجي ميرزلاكوف في الفيسبوك. طبعا إذا كان اسمك من ضمن الشروط التي طرحناها سوف يكون اسمك من ضمن الأسماء التي سوف نقوم بالسحب عليها بنهاية هذا الشهر إن شاء الله. شروط المسابقة كما سمعتم الآن كانت أنه نصل إلى ما يقارب 5000 مشترك، وشروط أخرى الاشتراك بالقناة وكذلك الاشتراك في صفحتنا على الانستغرام وعمل ريبوست للقناة. طبعا لاحظنا أنه هناك تفاعل كبير ما شاء الله يعني مع المسابقة في القناة نفسها، لكنه في صفحة الانستغرام لم نجد أي تفاعل للأسف، يعني ولا ريبوست واحد ولا مشاركة يعني. لذلك ارتأينا يعني أنا وسيرجي أن نمدد المسابقة إلى نهاية الشهر القادم إن شاء الله، يعني هذا الشهر إلى نهاية الشهر هذا، يعني عسى أن نصل إلى الرقم الذي حددناه. وإن لم نصل إلى الرقم سوف تكون هناك مفاجأة أيضا كجائزة للشخص الذي سوف يربح. إذا لم نصل إلى الرقم الذي نبغاه ولم يحقق أي منكم الشروط التي طلبناها، فسوف تكون هناك جائزة ترضية إن شاء الله سوف نعلن عنها في نهاية هذا الشهر. كل شخص اشترك بالقناة وكتب أنه مشترك برحلة إلى روسيا سوف يدخل اسمه في القرعة. جميعكم، لا نستثني أحدا، الجميع موجودين لدينا، عندي قائمة بالأسماء، يعني حتى لو كانت أسماء رمزية كلها موجودة عندي، وسوف لن نضيع حق أحد. أقول لكم كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وراسلونا وتواصلوا معنا. إلى اللقاء.